كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الحمد لله كم كانوا ساكنة ضدكم، دابا راه حطيت لكم الصورت ومشيت بحالي، هادي انا نعطيكم الغارنتي عليها. الحمد لله المواطن معايا وكيشجعني وكيقول لي بان حنايا موراك، الاعضاء 11 ديالي حتى هما مورايا باش ما كان، والمعارضه راهم هادو من نشوفوا 17 ديال الناس اللي ضد القبيله كامله. هادشي صعيب شويه وخصو يكون عندهم وجه صحيح باش يبقاو في هاد الاتجاه هذا. ونشوفوا المجلس القديم اللي فريمون دار بزاف ديال المشاكل وكيطلب دابا شي قوانين اللي هو براسه ما كانش كيطبقهم، كيطلب دابا شي حوايج اللي هو ما عمره ما كيطبقهم. داكشي علاش انا كنقول الله يعطينا وجههم وصافي. البراني باين لهم داكشي، دابا حنا ماشي نقولوا غير الناس بوزال باين لهم داكشي، البراني المغرب كامل كيهضر على هذه المعارضه اللي كتعارض غير باش تعارض، ياك حيت ما عندهمش سبب باش يعارضوا. عندهم مشكل معايا انا بيرسونيل او مع النائب ديالي او مع النواب، شي واحدين ديال النواب ديالي عندهم مشاكل معاهم. نقول ان تصفيات حسابات، انا ما عنديش حساب معاهم، اش من حساب بيني وبينهم، واش انا ما عنديش الحساب معاهم، ولا انا ما شركت معاهم شي حاجه، ما كانوا معايا قبل صحابي، ما انت حاجه. هذه لقاتني معاهم هاد المجلس، لقاني معاهم وما عنديش شي حاجه مشاركه معاهم باش يكون عندي حسابات شخصيين. هاد الناس هادو ما وصلوش داكشي اللي بغاو يوصلوا، وحنايا في بلاصتنا ما عطيناهمش الدخله، ودابا هما كيحاربوا غير باش ياك ما كيديروا العقاله ياك ما نوليو اللور. كيفاش كان تفاعل المعارضه مع خبر ان غادي تكون الدوره مغلقه؟ بيان سو كانت فرحانه، وقال كاع هما من الناس وقال هما كاع الناس اللي طلبوها. ما جو سي با سور، مي انا في خباري بان هما طلبوا مغلقه جلسه مغلقه باسكو عارفين راسهم شنو دايرين، عارفين راسهم بان راه المواطن غيزيد يكرههم وعارفين ما غيصوتوش، وما يصوتوش بلا غيصوتو بلا سبب، ما غيصوتوش بلا سبب، غيعطيو شي حوايج اللي مي يسمعهم، يمكن يسمعهم المواطن غيضحك عليهم. انا جيت باش نخدم، ومي كندير شي حاجه كنديرها سيريو ياك، وانا جيت سكنت هنا، انا خليت لافامي ديالي وخليت كلشي وجيت وسكنت هنا بوحدي باش نخدم هاد البلاد. كنشكر هاد الناس بزاف لي فريمون كيساعدوني، وكي فريمون ماشي غير من مزار، كاين ناس من المغرب كامل واوروبا لي فريمون. كان انا كنت عاد مسافر، كانت عندي واحد التوامة مع ماكسفيل فرنسا، ومشينا جلسنا معاهم، والناس تما المغاربه تما فرنسا، مي دوزت فرنسا ولا دوزت المانيا ولا هولندا، الناس كيحبسوني كيقول لي الله يعاونك على 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 المعارضه فريمون، اش من الحال كيقول لي حنا معاك وداكشي اللي كدير مزيان والمعقول، والناس ما كيبغيوش المعقول. مي غالطين، الناس كيبغيو المعقول والناس غيمشيو مع المعقول، وفي التالي كينجح غير المعقول. هذا اللي كاين سيدنا المحترم. كاين بعض الاخبار تروج بان نقدر نقول انك انت حاليا هو السبب ديال ان هذه المعارضه يعني كتستمر في العقاره ديالها ديال المجلس في كاع المشاريع، ولا نقدر نقول في كاع النقاط اللي كيتم ادراجها في الدوره. يعني ما التعليق ديالك على هذا الخبر هذا؟ سبحان الله، علاش انا غير جزء من 28 واحد؟ لو كان علاش غنكون، واش انا حنا كنقترحوا النقاط في جدول الاعمال، وهاد النقاط عندها قوانين اللي كتنص من يقترح النقاط؟ الرئيس ونوابه، المكتب المسير للسيد الرئيس، ومن ينف من يصوت على هاد النقاط هو المجلس. رانا ب 28 واحد، انا كنظن بان جميع النقاط المدرجه في جدول الاعمال كلها كيعرفوها الساكنه بان لمصلحتهم مصلحه ديال المدينه. مي حنا اقترحنا النقاط ديال النظافه كتهم المدينه، اقترحنا النقاط ديال الواد الحار كتهم المدينه، اقترحنا النقطه ديال المركز ديال كتهم المدينه، اقترحنا نقطه من اجل ملتمس الرفع الرقي
المستوى ديال صحة المواطنين، لأن بحكم السيد الرئيس المحترم دار جوج لقاءات مع الوزراء المعنية في هذا القطاع هذا. شنو سيدي؟ ياك ما جبناهم شي حاجة اللي خايبة. يعني عندها هضرة أخرى هي أنك يعني نتايا وكيف ما سمعنا يعني كتروج هذه الهضرة هذه أنه يعني إلا أنت ما بقيتيش نائب رئيس ما بقيتيش في التسيير هما غادي ينضموا للأغلبية. يعني واش كاين شي كواليس خلف يعني هذه الأمور هذه؟ شوف إلا بقات اليوم غير حسن غمري كنائب الأول لهذا رئاسة المجلس، راه ماشي حسن غمري فاش بقات، راه بقات فيهم شنو في عقليتهم، راه هاد الناس لأن مدة 12 سنة صراحة صعيبة صعيب 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 جدا، لأن الإنسان اللي مولف واحد المكان واحد الكرسي ديال 12 سنة صعيب عليه. ولكن حسن غمري إنسان ديمقراطي وكان كيدافع دائما على الديمقراطية، ان احنا من الناس اللي كنقولوا بان نشوفوا غير الجيران ديالنا الدول المتقدمه رؤساء ديال الدول كيدوزوا جوج الولايات كيمشيو بحالهم